وافقت وزارة التربية والتعليم على رفع رسوم 27 مدرسة خاصة بنسبة 3% من أصل 70 مدرسة تقدمت بطلبات رفع رسوم للعام الجديد 2023. للوقوف على أسباب الموافقة وتفاصيل القرار نرحب بمديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ريما إزريقات. أهلا بك سيدة ريما في أخبار السابعة. اهلا وسهلا حبيبتي، سعد صباحكم وصباح الوطن الجميل، كل الاحترام. يعني بدايه، ما هي الاشتراطات والمبررات التي تستندون اليها للموافقه على رفع رسوم مدرسه من غيرها او روضه من رياض الاطفال عن غيرها؟ نعم حبيبتي، عندنا لما بدنا احنا نرفع الرسوم تتقدم المدرسه بطلب لرفع الرسوم بناء عندي على تعليمات صادرة من الوزارة بهذا الشأن، وأولها عندي اللي هي مراعاة معدل التضخم الوارد من دائرة الإحصاءات العامة، وفرق رواتب المعلمين للسنة السابقة للعام الدراسي المراد زيادة الرسوم فيه، اشتراك بوليس التأمين للطلبة الدوام الرسمي من الحوادث المدرسية، تدريس طلاب مجانا بنسبة 1% كحد أدنى من مجموع طلبة المؤسسات التعليمية، شرط يكونوا عندي ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة اللي بتمنحها إدارة التعليم الخاص. أيضا تهيئة المدرسة لمتطلبات ذوي الإعاقة الخاصة ودمجهم مع الطلبة بما نسبته 1% أيضا من مجموع طلبة المؤسسة أو المدرسة وضمن الطاقة الاستيعابية المحدد عندي في الرخصة، تحديد مستوى ارتقاء المدرسة في نظام التصنيف في حال كان الإقرار كان في إقرار بالعمل فيه طبعا، أي أمور يعرضها معالي الوزير على اللجنة. طبعا اللجنة مكونة أولا هي برئاسة مدير إدارة التعليم الخاص ومدير الشؤون القانونية ومدير الحسابات، نعم، ورئيس قسم الرقابة الإدارية ومدير التأسيس والترخيص ومدير الخدمات التعليمية ورئيس قسم التشكيلات والتعيينات مقرر لهذه اللجنة. يعني اللجنة هي شاملة لجميع الأطراف المعنيين بمناقشة أي موضوع بهذا الشأن، كل الجهات المعنية بالوزارة مع الإدارة، نعم، المعنية اللي هي إحنا. نعم. سيدة ريما، يعني بإدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، هل لكم أي سلطة على رسوم الخدمات الإضافية مثل أجور نقل الطلاب والتوصيل ورسوم مثلا الزي المدرسي وما شابه؟ لا، إحنا ستي العزيزة إحنا معنيين بالرسوم المدرسية. هلا بيكون عندي بين الطالب وولي الأمر في اتفاقية بوقعوا عقد بينهم، هلا اللي بدرجوه بالعقد وبوقع عليه ولي الامر يعني اعتقد تلزمه المدرسه في ذلك، لكن نحن فقط معنيين برسوم الطلاب، رسوم المدرسيه. نعم. يعني انا النقل هو مش جزء من الرسوم المدرسيه، هي يعني خدمه اضافيه يعتبر، عرفتي؟ نعم. طب هل قدمت شكاوى اليكم عن مدارس رفعت الرسوم من تلقاء نفسها من دون الرجوع اليكم، من دون الموافقه من قبلكم، وما هي الاجراءات التي تتخذونها في مثل هكذا حالات؟ نعم حبيبتي، يعني وردنا ملاحظتين وتم التحقق منها، لكن هي كان هيك بالاعلان، يعني هو اعلنوا انه يعني الرسوم ارتفعت بناء على الطلب اللي قدموه لنا، فتحققنا طلع لا، يعني المدرسه تراجعت، لانه احنا زي ما بتعرفي تقدم لنا 70 مدرسه بطلب خاص برفع الرسوم المدرسيه، ولكن تم الموافقه على 27 مدرسه فقط لاكتمال عندي الوثائق والمعززات اللي طرحتها بالاول. بدي اشير واكد على شيء معين. تفضلي. هلا يعني احنا كمدرسه تقدمت برفع الرسوم، عندنا راينا هاي القضايا كلها، لكن احنا كنا متوازنين بقرارنا، يعني احنا معدل التضخم 4.23%، يعني يفترض نعطيهم نسبه زياده اكبر من معدل التضخم. نعم. لكن معالي الوزير وعطوفة الأمين العام التعليمي
يعني كانوا حريصين ايضا على انه النسبه تكون 3%. نعم. مراعاه للظروف الاقتصاديه والمعيشيه للمواطنين. نعم. شكرا جزيلا مديره اداره التعليم الخاص في وزاره التربيه والتعليم السيده ريما زريقات، شكرا جزيلا لك.